بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحل والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشكور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معدل مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك